أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من بيروت. هي ثالث امرأة في العالم تترأس معهد القانون الدولي للمحكمين بعد مرور 100 عام على تأسيسه. هي أول عربية رئيسة للمعهد الذي تأسس عام 1915 في لندن، يضم أكثر من 13,000 عضو وموزعين على أكثر من 127 دولة، وأصبح له اليوم 37 فرع بالعالم. المعهد هو المؤسسة العلمية الدولية الأولى في مجال تسوية النزاعات عبر الوساطة والتحكيم. التفاصيل في هذا اللقاء اللي أجرته رولا نجم أبو مراد مع رئيسة هذا المعهد الدكتورة نيلا كومير-أوبيد. نتابع. صباح الخير. نيلا أمير أول لبنانية وعربية ترأس المعهد القانوني الدولي للمحكمين لتعزيز ثقافة التحكيم والوساطة، ولتعزيز دور المعهد كجسر يربط ما بين الأمم والقارات والأنظمة القانونية المتعددة. أنا أول شخص، أول إنسان بالعالم العربي بتبوأ هالمركز. شعوري هو شعور فخر واعتزاز، لأنه نحن في عنا طاقات بالعالم العربي. أنا بحب كتير أنه يكون العالم العربي كمان هو على مسرح الدول ومسرح القرارات الدولية فيما يتعلق بالأمور اللي أنا اللي حكون مترأستها، خاصة لنشر الثقافة التحكيمية والقانونية ونشر ثقافة الوسائل السلمية البديلة لحل المنازعات بالعالم. وقت تعرفت على المعهد سافرت على لندن لحتى لي بلش أنا أخذ دورات، وقدمت امتحانات واجتزت كلها ووصلت لمرتبة Chartered Arbitrator، أي محكم دولة. وشفت أنه بلبنان ما كان عندنا فرع، ضروري نأسس فرع لبنان. تأسست فرع لبنان بسنة 2000. في نحن عندنا الوساطة اللي هي وسيلة حبية لحل المنازعات بين الفرقاء، يلي هي بتقرب وجهات النظر بين الفرقاء يلي هن متنازعين. إذا ما انحل حبيا بواسطة الوساطة، في الوسيلة الثانية هو حل نزاع فصله وإصدار قرار بواسطة التحكيم. هالقرار هو اسمه قرار تحكيمي يصار إلى تنفيذه بجميع بلدان العالم، أي جميع البلدان التي وقعت على اتفاقية نيويورك للاعتراف وإعطاء الصيغة التنفيذية وتنفيذ القرارات التحكيمية الأجنبية. دور الرئيس السفير هو التقاء ليقدر يوصل هالرسالة، هي رسالة الثقافة والعلم ونشر المعرفة. تربيت ببيت، أنا والدي كان هو ضابط عسكري وطبيب، أنا وإخواتي ذات الشيء إنه في قيام بدكم تتربوا عليها. أنتوا عندكم مهمة كمان تقدروا تكونوا أنتوا ليدر بحياتكم، ممنوع ما تكونوا الأول بصفوفكم. أنا كان عندي دعم من والدي أكيد ووالدتي يلي هن كانوا كتير مهمين بحياتي. أكيد لتقدر توصل المرأة بدها تشتغل مرتين ثلاثة أو أربعة قد ما بيشتغل الرجل، أكثر يعني من الرجل مرتين، أضعاف ضعف أما أضعاف، لأنه بعد مطلوب منا أمور ما بتنطلب منا للمرأة العربية اللي ما بتنطلب من المرأة يمكن الغربية. بدي إلا أنت إنسانة نص المجتمع بالعالم العربي، أنت عليك رسالة ومهمة، مهمة الطموح، مهمة الجدية، مهمة المثابرة، مهمة تنشئة العائلة، ومهمة الأم والزميلة والزوجة والصديقة والمرأة الناجحة. لبرنامج اليوم على الحرة، رولا نجم أبو مراد، بيروت. وتربعت عبيد على رأس المعهد العريق بعد منافسة مع 6 مرشحين آخرين متخصصين بالتحكيم، وتتسلم هذا المنصب الجديد بالعام 2017. مشاهدي